السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم غديوه ديالي اللي غادي يكون فيها الدجاج اللي طايف في الفران مع خضيره. انا عندي هنايا شويه شفرول، بطاطا الحمراء، لا بطاطا الحلوه، بطاطا العاديه البيضاء، وشي شويه خيزو. نتوما ديروا الخضيره اللي عندكم في الدار، اي بطاطا ولا خيزو، قرعة خضراء، المهم الخضراء اللي كتفضلوا نتوما اللي كتعجبكم. وانا البنات عندي شي شويه ديال البصله مقطعه طريفات صغار، شي شويه القزبر، التوابل عندي هنا شي شويه الزعتر محكوك، المهم فيه بزاف ديال الاعشاب يابسه، فيه الازير، فيه الزعتر، الزعتر، يعني بزاف ديال الاعشاب يابسه، شويه الخرقوم، شويه الشاونيه التحميره، سكنجبير، البزار، الملحة والخرقوم. وعندي هنا واحد الرويز ديال الثومه اللي غادي نخليه هكذايا، ما غاديش نقطو حيت مول الدار ما كيبكيهاش، فخليتها هكذايا كيطلق الريحه، طلق النسمه. هنا البنات غادي نحتاج بابيل ديال الفران، غادي نغطي فيه من بعد الصينيه اللي غادي ندخل الفران، وطريف ديال الليمينيو، وشويه الزيت البلديه اللي غادي نحرك بها التوابل، واحد نص كاس ديال الماء. ومهم تابعوا معايا المراحل، ومهم تلقاو من هنا شويه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو البنات نشرب الخضيره ديالنا والدجاج ديالنا. غادي ندير شويه شويه ديال الزيت البلديه، كما كتشوفوا تمن واحد ربع المعالق ديال الزيت البلديه، وغادي ندير شي شويه ديال المرقه، نص كاس ديال الماء البنات. غادي ندير واحد شويه ديال مطيشة هاد الحك، درت لهنا ثلاثة ديال المعالق، نحرك مزيان، نحاول نذوب ديك العطريه ديالي. ودابا غادي ندوز ندير الطريفات ديال الدجاج، نشرملو مزيان كما كتشوفوا انا فلحتو باش تدخلوا العطريه ويجي بنين.
البنات كما كتشوفوا الشرمط الخضيره ديالي والدجاج ديالي كما كتشوفوا الشرمط كلشي هنايا. دابا غادي نخليهم يترقدوا ليا الا قدرت، على حسب الوقت ديالكم. انا غادي نخليهم يترقدوا واحد جوج سوايع اولا ثلاثه، وعاد غادي نغطيهم مزيان وغادي نحشيهم في الفران. نتوما الا كنتو مزروبين وبغيتو تخرجوا بلا شي حاجه كتغطيو كتوجدوها كما قدرت لها انا دابا، تغطيوها وتحشيوها في الثلاجه حتى تبغيو تجبدو، حتى تبغيو انكم طيبوها وتجبدوها في الثلاجه وتحشيوها في الفران طيب. كما كتشوفوا انا غطيتها ببابيل ديال الفران، وغادي نعاود لها ببابيل الومنيوم نغطيها مزيان ونخليها ترقد ليا واحد جوج سوايع ولا ثلاثه، وعاد نحشيها في الفران. باش تشرب العطريه وتشرب تجي لذيذة اكثر. كما شفتوا دابا صافي نخليها ترقد على خضرها، وحتى نبغي نقرب انني نوجدها ونحشيها في الفران. كما كتشوفوا البنات هنا حشيتها في الفران، طابت الخضيره ديالي، تعسلات، تجمرات، الدجاج هشيش، واحد البنه، واحد الريحه عاطيه في الدار ما نقولكمش. فجربوها وغادي تعجبكم، والريحه غادي تعطي في الدار من داك الشيء الرفيع واحد الريحه هائله غزاله. وهذا هو النتيجه النهائيه. دابا البنات غادي ندوزو نوجدو واحد فلان. فلان عادي بحال كتعرفوا كلكم، ما غادي ندير فيه حتى شي حاجه، غادي ندير فلان نورمال غير الحليب والسكر وفلان اي فلان عندكم اللي كان عندكم به. فعندي هنايا واحد 250 مليلتر، غادي نزيد عليه السكر وغادي نشال عليه البوطه وندير فلان عادي كما كتعرفوا دائما. هنا البنات شعلت البوطة على الحليب ديالي وغادي ندير السكر، ديروا على حسب الذوق ديالكم. انا درت هنا جوج معالق، غادي ندوز ندير فلان. صافي غادي نبدا نحرك البنات حتى يغلى لي الحليب ديالي، وغادي نخويه في الزلايف اولا المول اولا فاش غادي نقدمو. هنا البنات كما كتشوفوا الحليب ديالي راه بدا يغلي، فغادي نطفي عليه ونبدا نخويه في كويسين في الكويسينات ديالي. بسم الله. صافي دابا غادي نخلي فلان ديالي يبرد على خاطرو، من بعد ما يبرد عاد نحشيه في الثلاجه. وهنا البنات كما كتشوفوا خليتو فلان عادي غير كاس واحد اللي زينتو بالفريز وزينتو بشويه نطا من الفوق، على حسب التزيين كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا شويه اللوز فوقو، بغيتو ديروا الشوكولات، بغيتو ديروا اي حاجه بغيتو. انا راجلي وانا كنبغيو هكذا ياك طبيعي كيعجبنا اكثر، وهذا اللي درت له شويه الفريز وشويه ديال نطا من الفوق فديال بنتي الحمد لله. ومهم ودابا غنقطعت شويه شلاضة البنات، قطعت شويه الخوص، شويه مطيشه، شويه الخيار، شويه بصلام، وشويه القزبر قطعته رقيق، ودرت شويه الملحه وشويه البزار، شويه الخل، وشويه زويته بلديه ولا زيت اللي بغيتو، ووجدت شلاضة مرافق مع هاد الدجاج وخطيره والمناضه وفلان. وهذه هي كانت غديوه ديالي البارح،
ومهم نتمنى انها تعجبكم وانها تكون تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، ويكون فيديو خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، واللي اشتركوا في القناة جداد مرحبا بكم، واللي قدام حتى هما الف مرحبا بكم، وخليتكم على خير وبسلام عليكم.